التوفي يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام ويسير على بركة الله وتوفيق شوط جديد وهو شوطنا الحادي عشر هذا شوطنا الحادي عشر يضم نخبة من الابكار الصعوبة الى المقدمة الاولى الى المركز الاول في هذه اللحظات وهنا الان اللي على المقدمة الشاهينية سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول بينما النقلة مباشرة الى المركز الثاني ليتابع هنا الغدوم هنا الانطلاق في هذه اللحظة الجميلة هنا نجود راشد بن سالم بن بخيت الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات بينما نراقب هنا رقم 83 اللي قادم من الجانب الاخر بينما نيران واصلة ابراهيم بن سلطان بن عبيد الكعبي وهنا من تقدمت في هذه اللحظات من اللي وصلت من اللي تقدمت في هذه الاندفاعات الجميلة الشاهينية لسيب بن علي بن مطر بن حبشة الكتبي اهل المدام ولكن عودة الى مقدمة الشوط عودة الى نيران الى نيران وشبت نار المنافسة شبت نار المنافسة بين نيران بين نيران واللي غادمة الان من اللي تحركت الى المركز الثاني في هذه اللحظات الله 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 اللي تقدمت الى المركز الثاني في هذه اللحظات في هذه المنافسة يا هي من معركة بين نيران وما بين ايضا اللي تقدمت في هذه اللحظات يا سلام تهانينا والناموس اللي تحمل رقم 83 المركز الثاني نيران نيران لملك مشاهدينا الكرام ابراهيم بن سلطان بن عبيد الكعبي المركز الثالث راشد بن سالم بن بخية الكتبي يحتل المركز الثالث عودة الى التوقيت ايضا عودة الى الفائز بالمركز الاول شو رقم 83 اللي سابقه يا محمد نعرف اللي سابقه لكن عاد باسم نون نتابع هنا مع اللحظات الاخيره نوف نوف لمسلم السعدي اللي بيسجل لا يفرش لكني على خط النهايه يروح هناك لا تستلم اي اسم هني التوقيت الزمني عطنا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني دقيقتين 14 ثانيه تهانينا والناموس له على هذا الفوز وهذا الانتصار يا اخوان الله يهديكم يعني انتم تعطون الاسم محمد في خط النهايه ما يستوي يا اخواني عودة مشاهدينا الكرام على العموم تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح